حملت الرسومات التي قام بها أو رسمها فنانون فلسطينيون وآخرون من المتضامنين الأجانب على جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل في عمق الضفة الغربية، حمل رسائل كثيرة وكبيرة كان لها تأثير واضح على زائري المكان. التفاصيل مع محمد أسن نوري مراسلنا من الأراضي الفلسطينية. الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل في عمق الأراضي الفلسطينية وقطع أوصالها وفصلها بشكل كامل عن أراضي عام 48 استطاع الفلسطينيون من خلال الفن والرسم إلى تحويله إلى جداريات تعبر عن الهم الفلسطيني اليومي، فبات كلوحات تحمل رسائل يومية تعبر عن بشاعة الجدار. تحديدا في مدينة بيت لحم هناك أكثر من 2 مليون سائح يزوروا المدينة المقدسة، وبالتالي إظهار يعني موقفنا من الجدار وإظهار موقفنا من الاحتلال كان ضروري من خلال رسومات. في بعض الأحيان رسمة واحدة أكثر من يعني ممكن تسوى أكثر من 1000 كتاب، يعني نبعث برسائلنا بشكل بسيط متواضع وواضح. قصة الرسم على الجدار الفاصل ابتكرها هواة في الفن من مخيمات اللجوء، كما الحال في مخيم عايد الملاصق لبيت لحم، لتتسع دائرة الاهتمام بالموضوع من فنانين ليس فقط محليين وإنما كذلك من المتضامنين الأجانب الذين عبروا بطريقتهم بالرسم على الجدار ومخاطره. والموضوع مش كمان إنه بس أنت، الموضوع كمان إنه الزائر أو الوافد عليك برسم شو حاس من الجدار. هو في بلده يمشي آلاف الأميال بدون أي حدا يوقف، بس أنت محاط بين كيلومتر مربع بجميع الاتجاهات، فهون بصف الانعكاس عليه، فاهم شو فاهم إنه شو هذا الإشي بيأثر علينا اللي هو الجدار. فمنها كمان هو بحط رسالته وبعبر عن حاله أو بعبر عنه عن طريقه، ومن هون بنقدر نصل للعالم. ومع تطور الفكرة إلى غير مكان أصبحت ذات تأثير كبير خاصة على الوفود الأجنبية التي كانت تخرج بعد زيارتها لبيت لحم ومخيماتها ومشاهدة ما فعله الجدار بالمدينة بنظرة مختلفة تتعرف عليها من خلال تلك الرسومات التي تعبر عن واقع الحال، ليشارك الزائرون برسومات تعبر عن رفضهم لمثل هذه الجدران. في جانب التضامن الدولي، معظم المتضامنين الدوليين يأتون إلى فلسطين من أجل التعبير عن تضامنهم، وجزء من هذا التضامن كتابة رسائلهم على جدار الفصل العنصري في التعبير عن بشاعة هذا الاحتلال، بشاعة هذا الجدار، بشاعة هذا الفصل بين الأرض وأصحاب الأرض الأصليين. ويؤكد المشاركون بهذا الفن أن الرسم هو مقاومة تحمل معان ورسائل لها تأثير كبير. مهما أبدع الاحتلال بإقامة الجدران والأبراج العسكرية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، يأتي الرد من قبل الفلسطينيين بإبداعات فنية ورسومات على هذه الجدران بهدف إيصال رسالة لكافة الوفود التي تأتي من كافة أصقاع العالم بأن الحق سيعود إلى أصحابه مهما طال الزمن. محمد الصنور، CGTN العربية، من بيت لحم، فلسطين.